ما زال مشروع خصخصة الكهرباء يواجه الكثير من التحركات الرافضة في الشارع النجفي، وصلت حد اعتباره من قبل البعض مشروع فساد على حساب المواطن. بعد ازدياد الهوة بين المواطن والحكومة نعلم أنه هذا مشروع للفساد، ومن خلال تجربة 14 عام فشلت هذه الحكومة وعلى رأسها التحالف الوطني، فشلوا في تقديم الخدمات إلى المواطن. نوجه سؤال إلى وزارة الكهرباء، هل لديك الطاقة الكافية لإعطاء جميع محافظات العراق بالكهرباء لمدة 24 ساعة؟ هل لديك شبكات كافية لاستيعاب استمرارية الكهرباء لمدة 24 ساعة؟ تجمع عشائري ومدني عقد في أحد مضايف الفرعون في قضاء المشخاب ضم عشائر جنوب النجف للاحتجاج على مشروع الخصخصة باعتباره ضار بالمواطن، داعين الدوائر الرسمية إلى استعادة الأموال المسروقة لإصلاح الكهرباء حسب قولهم. الكل يعرف الآن زراعة لا أكو، منشحات المياه وغير، معامل ما أكو، أموال ما متوفرة، وهسه تطلع الخصخصة على الناس، هذا ما مقبول، ونرفض رفضا جملة وتفصيلا. هم خلي يردون الماخذينه يعوضون عن كل شيء، هم اللي اخذوه هو يعوض عن كل شيء، ليش ما يرجعون العدهم؟ كلا كلا للخصخصة، كلا كلا للخصخصة. ناشطون في ناحية القادسية سبق وأن أغلقوا دائرة كهرباء الناحية في مظاهرة سابقة، هددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. توجهنا بمظاهرة سلمية إلى دائرة كهرباء ناحية القادسية، وطبعا غلقناها الدائرة لمدة ساعتين. إذا ما استجابوا المطالب من الحكومة بإلغاء مشروع الخصخصة نهائيا ناحية القادسية، سيكون لها الرد في قطع شارع الرابط بين المحافظات الجنوبية ومحافظة النجف الأشرف. مدير توزيع كهرباء النجف أكد في اتصال هاتفي مع الحرة أن مشروع الخصخصة لن يحمل المواطن أي أعباء مالية إضافية، مؤكدا أنه سيساهم إيجابيا في ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء. تحول الاحتجاجات من تظاهرات شعبية إلى تحركات اجتماعية يضع أمام الحكومة خيارين لا ثالث لهما، إما إقناع الشعب بجدوى المشروع، وإما إعادة النظر فيه برأي المعنيين. من قضاء المشخاب بمحافظة النجف، راجي نصير، الحرة.